صباح الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على شاشة قناة مدرستنا 3. بنرحب بيكم وحلقة جديدة من طابور الصباح، البرنامج اللي دايما بنحاول من خلاله أننا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد ومفيد ومحتوى فعلا يليق بيكم، ويا رب كده دايما نكون عند حسن ظنكم. صباح الفل يا عمر. صباح الفل يا فاطمة. إيه الأخبار؟ الحمد لله، يا رب تكون محاولاتنا بتجيب نتيجة يا رب. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله، يعني أتخيل إن شاء الله ناس كتير بتستفيد من برنامجنا، لأن والله إحنا فعلا بنشتغل فيه بشكل قوي جدا علشان حضراتكم، مش عشان اي حاجه تانية. صباح الفل عليكم وصباح الجمال، ويا رب يومكم يكون مليان بركه وخير، وان شاء الله نقدم لحضراتكم حلقه مختلفه فيها اخبار وفقرات متنوعه، وكالعاده بنبدا باخبارنا. طيب خلونا بقى نبدا معاكم بخبر مهم جدا. بعد يومين هتنطلق المبادره اللي اعلنت عنها وزاره الصحه والسكان، وهي مبادره الالف يوم الذهبيه، واللي هدفها تنميه الاسره المصريه. بتكون بدايه الالف يوم من فتره الحمل، ودي مدتها 270 يوم بالاضافه للسنتين الاولى من عمر الطفل، واللي مدتها 730 يوم. المبادرة بتسعى كمان لتوفير مساعدات الولادة وتنمية الوعي الأسري وعمل الكشف الطبي والنفسي قبل الزواج. تفاصيل المبادرة دي كشفت عنها الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة في البرلمان ومؤسس المبادرة. قالت إن أهمية المبادرة إن هي مسؤولة عن تكوين 85% من القدرات الجسدية والذهنية والنفسية للأطفال حديثي الولادة، ده غير طبعا رفع وعي الأم بأهمية الولادة الطبيعية الآمنة، والتأكيد على إن الولادة القيصرية هي قرار طبي بيكون مبني على معطيات طبية يقررها الطبيب في حالة استحالة الولادة الطبيعية الآمنة، يعني مش اختيار للأم يعني يا جماعة. المبادرة دي مهمة جدا في فكرة أن خلال فترة الألف يوم لحياة الطفل، بداية من وجوده في رحم الأم وحتى بعد الولادة بسنتين، لو ما كانش فيه متابعة جيدة ليها ممكن أنها تؤدي لخسائر صحية ومادية، منها ارتفاع نسب الطلاق، ودي عادة بتحصل في أول 3 سنوات من الزواج وخصوصا في أول عام. دكتورة عبلة الألفي أشارت إلى أن معدلات الولادة ما زالت مرتفعة، وتصل الخصوبة ل 2.85% لكل أم، يعني 2.2 مليون مولود سنويا، وده رقم كبير جدا وبيأثر على صحة المولود أو الطفل. حد هيقول لي ازاي علاقة العدد بالتأثير؟ يعني بعض المواطنين بتكون وتيرة الولادة عندهم سريعة شوية، يعني ما بتسيبش الفترة المناسبة ما بين كل طفل أو ما بين كل ولادة والأخرى، فبالتالي ده طبعا حسب بعض الإحصائيات والمحللين في مجال الصحة، بالتالي ده بيأثر على صحة المولود، وكتير من الأحيان كمان بيأثر على صحة الأم، خاصة لما بنعرف أن نسبة الأنيميا في تزايد ووصلت في الأطفال تحت سن 5 سنوات ل 47%، ده غير نسبة التقزم العالية بين أطفالنا. بالمناسبة نسبة التقزم دي بتختلف من مكان لآخر، وإن كان المعدل النهائي في المسح الصحي وصل ل 13%، ده غير نسب التوحد للأسف اللي برضو في تزايد مستمر. من الحاجات المؤسفة كمان هو تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية، واللي بتوصل في مصر لنسبة 13%. في كمان هدف مهم لمبادرة الألف يوم الذهبية الحقيقة، وهو خلق كوادر بشرية قادرة على تقديم المشورة في الفترة ما قبل الزواج لنهاية أول سنتين، مع التركيز دايما على حقوق الطفل المختلفة. أخبارنا خلصت لكن فقراتنا لسه هنبدأها، وأول فقرة هتقول لنا عليها فاطمة. أول فقرة معنا النهاردة هينورنا فيها 3 من المتفوقات في الثانوية الأزهرية، هما ثراء سمير الرشيدي الأولى على الثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية، وتوأمها ميساء سمير الرشيدي الحاصلة على المركز الثامن مقرر في الشعبة الأدبية، وكمان حبيبة حمدي عبد الرحمن الحاصلة على المركز الثاني على الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية. أما الفقرة الثانية النهاردة هنتكلم فيها عن حملة احتياجك حقك، ودي الحملة اللي أطلقتها جمعية الفن للتنمية. هنعرف أهدافها وبتستهدف مين، وإيه هي نشاطات جمعية الفن للتنمية، كل ده هنعرفه مع ضيوفنا في الفقرة دي إن شاء الله. هتكون الأستاذة مريم أمين أخصائي علاقات عامة في جمعية الفن للتنمية، والأستاذة سميرة رأفت أخصائي تسويق إلكتروني. لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع نبدأ فقراتنا على طول. لو سمحتوا أوعوا تروحوا في أي حتة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وبعد المذاكرة والاجتهاد والتعب اللي عاشوها في مرحلة الثانوية واللي عشناها معاهم الحقيقة، جه وقت المكافأة على مجهودهم، جه وقت النتيجة اللي بتعرفهم ان تعبهم ما راحش هدر ولا اترمى في الأرض، وان الكل مجتهد نصيب بجد. تم إعلان أسمائهم ضمن قائمة المتفوقين في الثانوية العامة الأزهرية، وسط فرحة كبيرة جدا بتميزهم منهم ومن أهاليهم ومن أصدقائهم ومن الناس اللي حواليهم عموما.
نورنا النهارده ثلاثه من المتفوقات في الثانويه الازهريه، وهم ثراء سمير الرشيدي الاولى على الثانويه الازهريه الشعبة الادبيه بنسبه 97.94%، وتوامها ميسان سمير الرشيدي الثامن مقرر على الثانويه الازهريه الشعبة الادبيه بنسبه 96.83%، وحبيبه حمدي علي الثاني على الثانويه الازهريه الشعبة الادبيه بنسبه 97.46%. مش عارف اقول لكم ايه، الف مبروك، مشرفنا ومنورنا بجد. اهلا بيكم والف الف مبروك، مراكز ما شاء الله جميله على مستوى الجمهوريه، فخورين بيكم جدا وسعداء بوجودكم معانا النهارده في استوديو طابور الصباح، علشان يعني نعرف منكم بقى بدايه الرحله ونهايتها. واكيد النجاح ملوش نهايه، لكن سنه طويله مليانه بالتعب والمجهود، عايزين بقى نعرف ايه اللي جاي بالنسبه لكم. خليني ابدا بيكي يا سراء، وعايزاكي كده توضحي لنا، هل انت من البدايه كنت بتذاكري وتجتهدي وحاطه في دماغك انك تطلعي من الاوائل، ولا الموضوع جه صدفه؟ اكيد يعني الحمد لله، الاول انا وميسان بدانا السنه واحنا حاطين هدف ان احنا اكيد باذن الله احنا هنذاكر عشان نجيب مركز حلو على الجمهوريه، اي مركز، بس كان حلمنا ان شيخ الازهر يكلمنا، والحمد لله اجتهدنا من الاول، من اول يوم لحد اخر يوم، ما كانش هدفنا ابدا ان احنا نقصر، الحمد لله ربنا كرمنا. ميسان، انا اعرف اتنين اخوات توام يبقوا شبه بعض، يلبسوا زي بعض، طريقه تفكيرهم لكن يطلعوا الاثنين اوائل ثانويه عامه، عملتوها ازاي دي؟ والله احنا كنا بنذاكر يعني كل حاجه مع بعض، الحفظ بس كنا بننفصل فيه علشان ما نضيعش وقت، كل حاجه كنا بنعملها مع بعض، يعني بنراجع وبنحل، بنشرح لبعض في نقطه مش فاهمينها بنفهمها لبعض، وقت مذاكرتنا على طول مع بعض، ف ده خلينا ان احنا يعني اي حل بنحله زي بعض، ده اي سؤال بنفكر فيه زي بعض، فالحمد لله يعني جت التقريب ده. ما شاء الله عليكم. طيب بما ان ميسان اتكلمت عن نظام المذاكره، فما ينفعش يكون موجود معانا في طابور الصباح اوائل الثانويه الازهريه وما نسالهمش عن نظام المذاكره علشان يكونوا قدوه للي رايحين بقى ثانويه. فعايزه اسالك يا حبيبه، نظام مذاكرتك كان عامل ازاي؟ بتذاكري كام ساعه في اليوم؟ فترات الراحه بالنسبه لك كانت ايه؟ احكي لنا كده. انا ما كنتش محدده عدد ساعات معين، لكن انا الوقت اللي انا شايفه نفسي فيه قادره ان انا اذاكر فعلا وان انا استوعب المعلومه باكبر قدر ممكن، كنت احاول ان انا ابذل مجهود واسعى وابذل اقصى ما عندي علشان احصل على المعلومه دي زي ما انا عايزه فعلا. بجمع ما بين الحفظ والفهم، الادبي مش حفظ بس وبرده مش بيعتمد على الفهم بس، لازم نجمع ما بين الاثنين دول بحيث ان احنا نستخدم كل الحواس علشان نقدر ان احنا نحصل على المعلومات دي. كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا انظم وقتي، الماده اركز فيها، وبرده مش الوقت كله مش كله مذاكره بس، لا بيبقى فيه راحه، محتاجه مثلا خلاص انا فاتحه الماده حاسه ان انا مش قابلاها، او حاسه ان انا فعلا تعبت غصب عني، انا بحاول حتى ان انا اذاكرها غصب عني مش قادره، فخلاص بقفل الكتاب، باخد بريك، بعمل اللي انا عايزاه وبرجع تاني. طب سراء، يمكن لسه حبيبه كانت بتتكلم على فكره الراحه وان انا ممكن تكون طاقتي خلصت ومش قادره واخد وقت وكده، الوقت ده هل انت زيها بتعملي كده برضو؟ اكيد يعني الوقت ده هو اهم حاجه عشان يعني حلو قوي. بتعملي فيه ايه بقى الوقت ده؟ انا مثلا كنا بنحب نبدا يومنا بدري، اهم حاجه ان احنا نبدا مثلا الفجر، نبدا نصلي الفجر الاول ونبدا مذاكره، بنكمل لحد اخر يوم، احنا ما عندناش ساعات عدد معين، وده كان هدفنا، يعني يعني اللي بيسعى لحاجه مش هيهمه وقت. الله اقصده حاجه، وقت الراحه ده مثلا هل بتعملي فيه مثلا اكل، بتتفرجي على التلفزيون، بتتابعي السوشيال ميديا، يعني الوقت اللي بتاخدي فيه نفسك ده بتعملي فيه ايه؟ لا، هو وقت الراحه كان تبقى ساعه قبل النوم بالليل، انا وميسان ممكن نقعد مع بعض او مع عيلتي كده، يعني هي ساعه قبل النوم بس. طب انا عايزه اسال بقى ميسان نفس السؤال. تمام، احنا لما بنتكلم عن الخروجات او السفر او اننا نكون موجودين على السوشيال ميديا، فاحنا بنتكلم على ثلاث انواع من الطلبه. النوع اللي شايف ان الحياه كلها مذاكره ومفيش وقت للراحه خالص ولا اي وسائل ترفيه، وفي النوع اللي شايف لا احنا نخرج ونتفسح وننبسط والمذاكره دي بتبقى يعني في اخر القايمه شويه، وفي النوع الثالث اللي بيحاول يوازن ما بين انه بيذاكر عدد ساعات معينه ووقت الراحه بالنسبه له، وبيعمل فيه اي حاجه حتى لو هيمارس هوايه بس بيبقى الوقت يعني مش كبير. احكي لي انت بقى في وقت الراحه هل بتمارسي هوايه معينه، بتعملي ايه بالظبط؟ لا، في وقت الراحة هو كان وقت قصير جدا، فأكيد ما عنديش وقت إني مارس هواية معينة، فهي بتبقى ساعة، فممكن أمسك. أنت بتتكلمي عن فترة الامتحانات ولا السنة كلها؟
لا، فترة الامتحانات ما كانش فيه بريك اصلا اصلا يعني اصلا كانت كل ساعات مذاكرة، يعني نبدا من الصبح مذاكرة لغاية بالليل وننام على طول. لكن في فترة المذاكرة قبل الامتحانات كانت مثلا ساعة نقعد مع بعض، نقعد مع عيلتي زي ما سراء قالت، لكن مش خروجات وبتاع، لا كان كل حياتنا مذاكرة يعني. واضح ان انتوا مدرسة وحبيبة مدرسة مدارس محافظة ومحافظة تانية. لا ما اقصدش المدرسة اللي بتدرسوا فيها، اقصد يعني بتتبعوا مدرسة المذاكرة الكتير، حبيبة بتتبع مدرسة راحة ومذاكرة. بس احنا دايما يا عمرو بنأكد على فكرة ان لا، لازم راحة، لازم وسائل ترفيه حتى لو في فترة الامتحانات. على فكرة هم بيستغل يعني، هو كل واحد طبعا ليه الطريقة اللي بتريحه يعني، هم بيريحوا بس بيقول لك في اخر اليوم. حبيبة لا، شوية وشوية، صح ولا انا غلط؟ لا بس كنت بحاول ان انا ادي كل حاجة حقها يعني، المذاكرة خلاص ما ولا اي حاجة تانية، لازم مذاكرة ده الاساسي. طب في وقت الراحة بقى كنت بتعملي ايه؟ هل عندك هواية معينة بتعمليها؟ لا انا عندي هوايات بس مش بعملها في وقت الراحه، لاني مش بيبقى لي نفس اصلا اعمل اي حاجه. انت بتبقي خلصانه زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. فبقعد مع عيلتي بقى افضفض لهم، اتفرج على السوشيال ميديا. بس السوشيال ميديا، استني بقى، بمناسبه السوشيال ميديا، تمام، السوشيال ميديا بيقولوا ان هي، هو مش يعني مش عايز اقول هو اكيد هي بتاخد من وقت الانسان دلوقتي جزء كبير جدا، ويمكن انا وفاطمه كتير بنقعد نقول ان فكره ان هي تاخد حياتك كلها ده شيء مش صح. انت كطالبه في الثانويه العامه السوشيال ميديا كنت بتتعاملي معاها ازاي؟ بص حضرتك، انا في وقت المذاكره التليفون بعيد مقفول مش بتفرج عليه ابدا، لكن في وقت الترفيه كده بالليل مثلا قبل النوم بساعه، او في وقت مثلا انا فعلا محتاجه فيه ان انا افك عن نفسي، امسكه احدد حاجه معينه انا عايزه اتفرج عليها، ممكن حاجه تحفزني، اشوف مثلا فيديوهات حتى يعني تحفيز للطلبه او كده، او مثلا محتاجه ان انا ارفع عن نفسي، محتاجه لده، فليه احرم يعني نفسي يعني. لقيتي فيها جزء ايجابي بيشجعك على طريقك. بالظبط، اي حاجه سلبيه بلوك. وده فكره بقى ايه، ان كل حاجه ليها وجهين، واحنا عايزين ايه، احنا هنختار ايه. بالظبط. وفي على فكره طلبه كتير يعني بيقولوا احنا بنتفرج على السوشيال ميديا او بندخل على السوشيال ميديا علشان جروب الدفعه، لا اصل زمايلي بيبعتوا لي ملخصات، لا علشان اذاكر بقى على الطرق الحديثه يعني على الانترنت. فقولي لي انت من النوع ده يا سراء ولا لا؟ هو انا وميسان كنا بنعتمد دروس الاونلاين، فعشان كده يعني كان التليفون اهم حاجه في حياتنا برضه يعني. بس طبعا كنا بنستغله بطريقه صح، واوقات بالليل طبعا كنا بنقعد عليه فتره حلوه، بس كان بالليل خلاص احنا عملنا اللي علينا، وفتره يسيره بنكلم فيها اصدقائنا او حاجه يعني. لا قوي كده. ميسان هروح معاكي لحته تانية شويه يعني. البيت اللي بيبقى فيه طالب واحد ثانويه عامه، انت مش متخيله حاله الطوارئ اللي بتكون في البيت وحجم الضغط النفسي اللي بيكون عند الاهل. فبيت بقى فيه اتنين ثانويه عامه، اوصفوا لي كده ايه يعني العيله عندكم، كان ايه الاخبار، والبيت كان ايه اللي بيحصل فيه، والضغط اللي عندكم كان شكله ايه، وكانوا بيتعاملوا مع الظرف ده ازاي، لان احنا بنشوف ان هو توقيت بنسميه ظرف من كتر ما هو مهم وحساس يعني. بصراحه عائلتنا هم يعني وفروا لنا جو نفسي كويس جدا للمذاكره وكل حاجه. بس انا وسراء يعني احنا اتنين، دي ميزه مش عيب، بالعكس كنا احنا اللي بنسند بعض. اكيد كان في دعم ومساند من الاهل، بس يعني لما بين كل واحدنا سراء مثلا او انا وقعت، لا بنسند بعض، لا لازم نذاكر. فدي كانت ميزه بالنسبه لنا، مش حاجه مأثره علينا او اتنين في البيت ثانويه عامه، فلا يعني كانت حاجه اصلا تشجعنا ان احنا نبقى اقوى. حبيبه كلميني عن دعم الأسرة ليكي، أو يعني مين أكتر حد كان هو اللي بيدعمك، هو اللي بيشجعك، هو اللي بيقدم لك الحافز اللي يخليكي مستمرة في المذاكرة؟ طبعا الواحد بيجي كده في السنة في وقت معين ما عندوش طاقة أنه يكمل، فمين اللي كان بيقدم لك الدعم ساعتها؟ مامتي وبابايا كانوا بيقدموا لي الدعم، كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ما يضغطوش عليا، ما يجبرونيش مثلا ان انا احقق حاجه معينه، هم راضيين باي حاجه انا هحققها، بس الهدف ده كان من عندنا، وهم كانوا بيشجعوني ان انا احصل عليه ادام انا عندي اصرار، فهم ما كانوش بيضغطوا عليا لكن كانوا بيشجعوني ان انا احصل عليه. ما جوش في وقت كده قالوا لك احنا عايزين تدخلي الكليه الفلانيه فلازم تذاكري قوي؟ براحتك، ادخلي اللي انت عايزاه. بس براحتك دي وصلتها ان هي ما شاء الله التانية على الجمهوريه. هم واثقين ان انا يعني قد المسؤوليه. انا اتوقع يعني ان هم لو كانوا ضغطوا عليها الموضوع كان هيبقى مشتت بالنسبه لاي طالب يعني. عارفه ليه احنا علقنا على الكلام ده؟ عشان دايما في برنامجنا هنا ومن خلال ضيوفنا ومن خلال باحثين، يعني مش احنا اللي بنتبرع بالمعلومات يعني، ولا هي وليده افكارنا، في ناس متخصصه في هذه الامور النفسيه بياكدوا على فكره انك تسيب ابنك يحلم او بنتك تحلم حلمه هو،
ده بيجيب نتيجة إيجابية أكتر بكتير من لا أنا عايزك تدخل كذا عشان تبقى زي ابن عمك أو زي بنت خالتك. ده دايما اللي احنا بنأكد عليه، فمثال حي هو الحقيقة. لكن هما برضو ما كانوش براحتك اللي هو سايبين خالص، لا كانوا بيتابعوا معايا، بيبقوا حريصين ان انا اجيب درجات اعلى، يديني حرية الاختيار وبيدعموكي. بالظبط، بس هو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش يعني مش بنقول ان احنا نسيب الدنيا تبقى سايبه يعني، بس في نفس الوقت ما يبقاش في الضغط اللي يجيب نتيجه عكسيه. هما يعني يجبروكي على حاجه معينه. بالظبط، هو ده اللي احنا نقصده. طب نخش شويه في المواد كده، اصل انا كنت ادبي زيكم، فانا ايه يعني شويه كده يمكن اكون في حاجات شبه اللي كنت بتحبي. كنت بتحبي مواد ايه مثلا؟ كنت بحب اللغه العربيه والتاريخ. الله عليك، ده انت بصي يعني ضربتيني بسهم من اللي هو بقلب ده، عارفه يعني جيتي في حاجتين انا بحبهم قوي. وميسان نفس الكلام. ممكن انتوا كل حاجه زي بعض؟ احنا ما نسالهمش بقى اسئله مكرره بقى. سؤال واحد لكل واحده. طيب حبيبه، زي ما عمرو قال كده، يعني في ماده بتبقى قريبه من قلوبنا حابين تذاكرها، في كيمياء كده ما بيننا، وفي ماده ما فيش بيننا وبينها عمار، ما بتتذاكرش ولا بتتفهم ولا بتتحفظ. فقولي لي اكتر ماده انت كنتي حباها، واكتر ماده كان بالنسبه لك لا. ما كنت بحب المواد كلها الصراحه، ما شاء الله المواد بتاعتنا كلها اوائل الجمهوريه. انت بتسالي اسئله برضه فاطمه، بتحرجينا والله. بس اكيد كنت بواجه صعوبات، يعني كنت بواجه صعوبات في كله، بس مع ذلك كنت بحبهم حب اللي كان بيغلب يعني. حلو، دي حاجه حلوه. طب ناويين على ايه بقى؟ ناخدهم كده بالترتيب، اكيد بقى الكليه ولا الكليه هتبقوا زي بعض برضه؟ برضو اكيد يعني احنا على طول مكملين الطريق مع بعض. ناويين على مع بعض على طول؟ طب قولوا لنا بقى ايه؟ ناويين ان شاء الله ندخل لغات وترجمه ان شاء الله. والاقسام هتتخصصوا في ايه؟ الماني. انتوا الاثنين برضو؟ ان شاء الله. ليه الكليه دي وليه القسم ده بالذات؟ ايه السبب؟ هو صراحه فكره الالماني كانت من دعم من اخويا، يعني هو نما الفكره عندنا، واحنا اصلا بنحب تعليم اللغات، فهي اي لغه بالنسبه لنا احنا هنحبها، لاننا ويسان شغوفين جدا باللغات. هو نملنا الفكرة واحنا اقتنعنا بيها جدا الصراحة. حلوة، ان شاء الله على خير. ان شاء الله حبيبة. انا برضو لغات وترجمة برضو؟ لاني ما شاء الله. انا اللغات يعني من زمان. احنا قلنا انت برا المركب دي. لا 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 زيهم كده. انا برضو بحب جدا مجال اللغات، بس لسه برضو ببحث في الكليات التانية وشوف ايه، لكن غالبا اللغات يعني بحبها جدا. بس لسه في مساحة انك ممكن تغيري. بالظبط. طب انتوا كنتوا متوقعين، يعني السؤال ده ليكم كلكم، هل كنتوا متوقعين انتوا هتبقوا اوائل الجمهوريه؟ لا. انتوا الثلاثه لا. انا شايفينها صعبه جدا، كنت بقعد اقول لسراء في وسط المذاكره، سراء دي صعبه جدا، احنا بننافس عدد كبير قوي يعني. في طلبة بس الهدف كان موجود طبعا. طبعا كنا اصلا بنتمنى لو المركز العاشر بس، علشان كلمة شيخ الازهر يعني. يعني اي مركز بس. انتوا جبتوا اول وثامن. ما شاء الله عليك، حزمتوا يعني. طيب حبيبه، شيخ الازهر دكتور احمد الطيب طبعا يعني كلمكم انتوا الثلاثه، بس عايزه اعرف الامام الاكبر يعني. طبعا له كامل التحيه والتقدير مننا. المكالمه دي ليها يعني طابع خاص بالنسبه للاوائل، يا بختكم بيها يعني. يا بختكم بيها ان الدكتور احمد الطيب يكلمكم، دي حاجه انا اتمناها والله شخصيا. قولي لي يا حبيبه، احساسك كان ايه بالمكالمه دي وبعد النجاح العظيم اللي انت حققتيه؟ صدمت. انا صراحه كنت بتمنى من زمان ان شيخ الازهر يكلمني، بس كنت شايفه ان هي حاجه مستبعده شويه، فانه جت المكالمه لبابا وبيقول لي شيخ الازهر بيكلمه بتاع، افتكرته بيهزر يعني، مش قادره اصدق اصلا. طول المكالمه ساكته مش عارفه اقول ايه، وفي نفس الوقت مندهشه. فالحمد لله دي اكتر حاجه انا بفتخر بيها، انه الحمد لله ان هو اتصل بيا. طب المكالمه دي اديتكم دافع او حافز، او حسيتكم ان انتوا يعني متحملين مسؤوليه بقى للي جاي، مش اللي هو انا كده خلاص انا خلصت المنهج زي ما بيقولوا، لا ده اللي جاي اكتر، حسسكم كده؟ لا، هي مجرد بدايه اكيد، والنجاح طبعا زي ما حضرتك قالت ملهوش نهايه يعني. حسينا ان النجاح حلو يعني. حاجه ده دافع لينا ان احنا استمتعتوا بيه جدا. بالظبط، ده حافز ان انتوا يعني تذاكروا تاني وتنجحوا وتطلعوا اوائل برضو على الكليه. سيبقى في بقى منافسه شرسه بينكم انتوا ثلاثه، بما انكم اخترتوا نفس الكليه يعني. ده موضوع، ده خناقه ثانيه دي خالص. ان شاء الله ينورونا بقى مره ثانيه وهم كده اوائل على الكليه. حبيبه قالت حاجه في البدايه، ان الناس كلها او اغلبهم فاكرين ان اللي بيدخل ادبي، انتوا طبعا اوائل على الشعبه الادبيه، في ناس كتير فاهمه ان اللي بيدخل ادبي ده شخص يعني بيحفظ بس، الادبي حفظ بس ما فيهوش فهم. انا عايزاكي بقى تصححي وجهه النظر دي وتقولي رايك فيها. احنا اصلا يعني ما فيش حد هيحفظ من غير ما يفهم، يعني احنا كنا بنعتمد على الفهم زي الحفظ بالظبط،
وخصوصا ان امتحانات السنه دي كانت لو طالب حافظ بس مش هيعرف يحل، لا لازم يكون فاهم الماده ومتقنها جدا وحافظ كمان علشان يعرف يحل الاختياري. فلازم تكون فاهم الاحداث سواء في التاريخ، فاهم الاحداث بالظبط، لكن حافظ بس مش هتعرف تحل، لان كتير بتيجي اسئله غير مباشره، فلازم انت تكوني فاهمه في البدايه قبل كمان، يعني لو حتى تحفظي فبتكون قبل الحفظ. بالظبط. يعني انا بشوف ان هي اشاعه مضلله حكايه، بما ان ادبي بقى فانا منحاز، يعني بشوف ان الحفظ ده والله حاجه كده اشاعه مضلله على الادبي. بالظبط. وحتى لو الحفظ انا بشوف انها مهاره، هي جزء مش مهاره محتاجينها، لكن هو حتى لو تيجي تكلمي مع حد ممكن تقابلوها يعني في حياتكم يقول لك انت فاهم تاريخ، يعني انت عارف التاريخ، ما قالكش انت حافظ تاريخ. هي الكلمه واضحه اهي، بس هو الناس ظلمانه بس عشان يعني كلنا ادبي. احنا كمان كنت ادبي صحيح. احنا كنا كلنا ادبي، احنا شعبه ادبي كلنا كده قاعدين مع بعض. طبعا ده لا يمنع ان العلمي ليه مواد صعبه وليه مهارات اخرى مختلفه، ولكن في الاخر كله احنا حاجات، يعني كل ده احنا محتاجينه في مجتمعنا، وكل ده استفاده قصوى. قولوا لي كده احلامكم ايه بقى في الحياه؟ نبدا بميسان مثلا، وما تقوليليش بقى ان انتوا هتشتغلوا نفس الشغل برضو، يعني اكيد برضو اكيد انت الاجابه يعني جاهزه على طول. احلامنا ان احنا نكون حاجه في المستقبل كبيره، حاجه نفرح بيها بابا وماما وعائلتنا كلها، وحاجه طبعا ليها عامل ايجابي في يعني بعدين في المجتمع او على الناس، تضيف للمجتمع وللبلد حاجه ايجابيه. طيب حبيبه، حلمي برضو ان انا المجال اللي انا ادخله ابقى حباه برضو، واني احاول برضو ان انا يعني ابقى حريصه ومكمله يعني التفوق ان شاء الله باذن الله. طب سراء، هي ميسان قالت مش زي ايه مثلا؟ يعني هل جه في دماغكم حاجات ولا لسه؟ والله احنا ما نعرفش، بس احنا يعني انا ميسان برضو نفس بدايه ثالثه ثانوي حاطين هدف ان احنا اكيد هنبدا الجامعه برضو، هنبذل فيها نفس الجهد وهنفضل مكملين وهنسعى، والكرم من عند ربنا وتوفيقه برضو ونعم بالله. بس اكيد بقى كورسات بعد كده هتنموا مهاراتكم اكتر، مش بس في مجال اللغات والترجمه، لان اي كليه وخاصه بقى بعد التخرج وفي سوق العمل، فاحنا محتاجين مهارات كتير قوي علشان ننمي بيها نفسنا، وعلشان نبقى كمان متفوقين مش بس في الكليه لكن كمان في سوق العمل. فلازم تهتموا فكره ان انتوا لا تطوروا من مهاراتكم كتير يعني. طبعا. فرحانين باللي وصلتوا له؟ طبعا اكيد. مبسوطين؟ ها جدا. حسيتوا نسيتوا التعب؟ ها خلاص تمام يعني. يعني تقدروا تقولوا كده رساله للناس ان لما النجاح بيجي فعلا بينسينا التعب اللي تعبناه؟ جدا يعني النجاح اصلا حاجه جميله جدا، يعني نسيتنا كل تعب السنه اللي احنا قعدنا فيها بجد. الواحد كان في نص سنه بيقول مستحيل، يعني اللي هو انا مستحيل اكمل في التعب ده، لكن مثلا كانت بتشجعني دايما تقولي تعالي بس نكمل مش هنفتكر اي حاجه من دي، والحمد لله انا خلصت مش فاكره حتى الامتحانات اللي هي اقرب حاجه. نسيتي تعبك خلاص؟ الحمد لله، يعني انا طول السنه عندي يقين في ربنا ان انا يعني ان انا بعمل اللي عليا، فاكيد ربنا هيجبر بخاطري، حتى مش شرط بمجموع الثانويه، لو جبت اي مجموعه هكون راضيه بيه، لكن ممكن اوصل لحلمي من طريق تاني. فانا كان عندي يقين انه خلاص اي حاجه هجيبها هكون راضيه بيها، والنجاح برده دي كانت حاجه نفسي فيها والحمد لله اتحققت. البنات دي نماذج مشرفه قوي بصراحه بجد، واحنا كلنا فخورين بيهم. ويا رب كده دايما نجاح لنجاح. يعني حاسسكم اخواتي الصغيرين اللي فرحان بيكم والله. يعني مش عارفه اقول لكم ايه غير الف 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 مليون مبروك، دايما موفقين ان شاء الله، ودايما يعني رافعين راس نفسكم واهلكم والمصريين كلهم ان شاء الله قدام لما تحققوا حاجات كبيره في المجتمع على حد ذكركم، وان شاء الله هتقدروا تعملوا كده. يعني سراء سمير الرشيدي وميسان سمير الرشيدي وحبيبه حمدي علي، شرفتونا ونورتونا، والف مبروك يا نجمات السما، منورين والله. نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله كده من نجاح لنجاح باذن الله تحققوا كل اللي انتم بتحلموا بيه. مشاهدينا الكرام، فقرتنا انتهت، ولكن حلقتنا لسه مكمله. احتياجك حقك حمله مهمه جدا موجهه للمراه المصريه، هنعرف كل تفاصيلها ولكن بعد الفاصل، استنونا. بنجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. جمعية الفن للتنمية أطلقت حملة جميلة جدا هدفها الأساسي المرأة المصرية، وده من خلال التعرف على مشكلاتها واحتياجاتها بشكل عام. مش بس كده، كمان تلبية الاحتياجات دي للوصول للراحة والسعادة والصحة في كل جوانب الحياة. هنفهم أكتر عن حملة احتياجك حقك من خلال ضيوفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو طابور الصباح، أستاذة مريم أمين أخصائي علاقات عامة في جمعية الفن للتنمية، وأستاذة سميرة رأفت أخصائي تسويق إلكتروني بجمعية الفن للتنمية. أهلا بحضراتكم ومنورنا. أهلا وسهلا بحضراتكم. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذة مريم. احتياجك
حقك او احتياجك حقك. بالظبط كده. تمام ماشي، انا عارف ان هنقف في حاجات كده مع بعض. احتياجك حقك، الكلمه الحقيقه حلوه جدا، يعني تبدو لها معاني كبيره جدا، بس مش فاهمين ايه القصه، احكيها لنا. اوكي، خليني اقول في الاول احنا مين. احنا جمعيه الفن للتنميه، احنا جمعيه اليه بتشتغل في مجال الوعي المجتمعي والتنميه المجتمعيه من 2005. لينا تقريبا 18 سنه بنشتغل على تمكين الشباب والاطفال والسيدات. فلينا سنين بنشتغل على انه افراد المجتمع يحصلوا على الوعي ويكونوا يعني بيكونوا افراد ايجابيين في المجتمع، وخاصه من خلال الميديا. يمكن دي الحته اللي بتميز الجمعيه بتاعتنا، ان احنا بننتج يا اما حاجات افلام او مسلسلات او حاجات فيديوز او انفوجرافيكس ليها رسائل تنمويه، وكمان بندرب على صناعه الافلام، فبندرب الاطفال والشباب على الموضوع دوا، وبنعمل زي حقائب تدريبيه او ادله تدريبيه يعني على القضايا المختلفه، وفيها برضو الكومبوننت بتاع الميديا يعني. وبنحاول الاكتر ان احنا نشتغل على القضايا او الفئات المهمشه اللي بيتقال عليها كده، او الفئات اللي بلا صوت اللي محتاجه مساعده اكتر يعني. فاشتغلنا كتير في قضايا حرجه، يمكن لينا 7 سنين شغالين في قضيه شويه حرجه، هي قضيه الاضرار بالبشر خاصه للنساء والفتيات. ولينا برضو وقت طويل شغالين مع الستات على الحته بالوعي بالصحه النفسيه. فبعد كده جات الحملة دي اللي هي مدتها مش طويلة، يمكن مدة الحملة 2 شهر بس، ان احنا نكون مين اللي بنروح للستات وبنقول لهم في مساحة ان انتوا تعبروا وتقفي كده لدقيقة واحدة تفكري انت عايزة ايه. فهدف الحملة ببساطة انه ان انت تبقي عارفة عايزة ايه، او ان انت تبقي عارفة احتياجك ده حقك، لانه الستات بيتاخدوا في الزحمه بتاعه اليوم بين الشغل وبين العيال، وازاي عايزه تعمل بالانس دي مساحه لروحها، او ما بتعرفش اصلا تدي مساحه لروحها في وسط الزحمه او بين الشغل بين الاولاد. فتعالي كده واقفي لدقيقه واحده وفكري يا ترى انا عايزه ايه لصحتي علشان اكون احسن، عايزه احتياج نفسي، احتياج جسدي، احتياج طبي. فهي ده الهدف ببساطه بتاع الحمله، يعني انه عايزين نوصل لكل الستات، مش حاطين سيجمنت معين للستات، لكل الستات من كل محافظات مصر، مش حاطين سيرنج حتى للسن، يمكن قايلين من بدايه 18 او 19 سنه فيما فوق يعني. جميل جدا. طب استاذه سميره، محتاجين نعرف ازاي بيتم التواصل مع السيدات علشان تعرض ايه احتياجاتها، ايه مطالبها، ايه الحاجات اللي ناقصاها بشكل عام؟ احنا بنتواصل مع الستات عن طريق السوشيال ميديا بتاعت مدف وبتاعت نون. هي واحدة من مشروعات مدف، هي هدفها الأساسي الاهتمام وتوعية الستات بأهمية صحتهم النفسية، وازاي ده جزء مهم جدا لازم يكونوا بيهتموا بيه. بتعمل ورش وبتعمل حملات شهرية عشان خاطر تساعد الستات ان هم يحكوا اكتر، يعبروا عن افكارهم اكتر، ويعرفوا اكتر مش بس احتياجاتهم، يعرفوا ازاي يعيشوا بشكل مبسوط اكتر او بشكل مرتاح اكتر. الحمله هي منطلقه في المنصتين دول، على الصفحة بتاعت نون وعلى الصفحة بتاعت مدف، من خلال فورم جوجل فورم او استماره الستات بتقدر ان هي تخش تحكي عشان نحفظ خصوصيتهم، عشان هم ممكن تبقى مش عايزه تشارك اسمها، مش عايزه تشارك عنوانها، مش عايز تشارك الايميل تفاصيل عنها، بس بتكون عباره عن اسئله وهي بتجاوب عليها. بالظبط، الاسئله بسيطه جدا، انت محتاجه ايه عشان تكوني احسن، ومحتاجه المجتمع يوفر لك ايه بمنتهى السهوله. في نفس الوقت احنا كمان من خلال السوشيال ميديا بننزل محتوى بيفتح للستات دي اجابات ممكن تكون في بالهم، احيانا بنسالهم بشكل دايركت، احيانا بننزل ريلز لستات تانية بتشارك احتياجاتهم ايه، عشان خاطر احنا دايما مؤمنين ان الستات كائنات ملهمه جدا جدا. صحيح، انا معاكي جدا. كل ست قادره ان هي تلهم الستات التانية. انا لو قعدت معاكي وحسيت ان انت عارفه انت فعلا محتاجه ايه وقادره تتكلمي عن ده بصوت عالي، انت هتشجعيني ان انا الاقي صوتي الداخلي، هتشجعيني ان انا اقدر اتكلم واعبر بشكل احسن. بس هو المنصه الاساسيه اللي الستات بتقدر تشارك منها من خلال فورم، يعني يقدروا يخشوا على الفورم، بس كمان من السوشيال ميديا، حتى ممكن تخش تبعت لنا مسج واحنا هنسمعها وهي موجوده. جميل جدا. طب بعيد عن، انا حسيت بتتكلي على السين كده من شويه. حصل. صح. طب 18 سنه تشتغلوا على الاطفال والشباب، اشمعنى الحمله دي مخصصه للسيدات؟
هو مدف في مشاريع ليها موجهة للاثنين، ولكن مثلا مشروع نون هو الجزء الأكبر منه للستات، هو موجود فيه جزء للرجالة وموجود منه جزء للأسرة ككل. هو المشروع اسمه أصلا لأجل قصة أفضل، فهو موجه للعيلة كلها، ولكن خلينا نتفق ان الست لو مرتاحه تكلي على السين تاني. هو انا مبسوطه، انا عن نفسي مبسوطه. صح طبعا طبعا، انا معاكي قلبا وقالبا. يعني طيب الست لو فعلا مرتاحه وقادره ان هي تكون لاقيه التوازن في حياتها وقادره ان هي تعبر عن احتياجاتها بشكل كويس، اولا هتقدر ان هي تلاقيها. يعني في مثال انا بحبه جدا في الفيلم بتاع عايزه وردي ابراهيم. هي لو ما كانتش قالت له بشكل دايركت انا عايزه وردي ابراهيم، هو ما كانش في اخر مشهد هيجيب لها ورد. كحقيقه مؤكده الناس ما بتعرفش تقرا الافكار، لازم فأنت تعبر، محتاجه تعبري، تعبري انت محتاجه ايه. فانا محتاجه اعرف انت لغات الحب بتاعتك ازاي، انت محتاج ايه بالظبط عشان خاطر تكون مرتاحه اكتر. والستات في مجتمعنا بتحب تعبر اكتر، فهم كمان القوه المسيطره على المجتمع. انا اسفه جدا، بس هم قادرين بشكل او اخر ان هم يحكموا الدفه، فالشغل معاهم دايما بيكون تاثيره اكبر. طب خليني، لا ثانيه، انت رايحه فين؟ هعبر لها عن مدى امتناني وسعادتي بالكلام. لا انا عارف ان هو ماتش غير متكافئ خالص، وان انا خسران خسران، او يعني الكتره بتغلب الشجاعه زي ما بيقولوا، بس لازم اتوقف عند بعض النقط. اولا السيده او الفتاه في اي مجتمع في الدنيا هي ليها كامل الاحترام والتقدير، وهي مش جزء اساسي، هي نص المجتمع. والراجل من غير ست ما يعرفش يعيش، والست من غير راجل ما تعرفش تعيش. فكره مين مسيطر او مين مش مسيطر، هي ما بتحسبش الامور بالشكل ده. اتخيل ان هي بتتحسب ان التعاون اللي بينهم هو اللي بيسوق الامر. بمعنى ايه؟ الصح يعني لو هناخد مثال على اسره، بلاش نقول المجتمع كله، اسره، والاسره دي ما هي مجتمع يعبر بشكل رمزي عن المجتمع بشكل كامل. لو في تعاون في الافكار والصحه هو اللي هيمشي، يبقى الصحه هو اللي بيسيطر على الامور، مش فكره مين بقى اللي مسيطر ومين اللي مش. يعني الامور ما كانش قصدي مسيطر يعني بالمعنى ده. معلش لا لازم يعني اعتقد انت عايزه تقولي اللي ليها تاثير اكتر. يعني اعتقد يعني لو البيت او الاسره فيها ام سعيده فبالتالي الاطفال هيبقوا سعدة، لو الام مرتاحه نفسيا فالاطفال بالظبط. ده هينعكس على البيت وعلى السعيده في الاسره. لو مش بالزبط. سعيده البيت كله اتنكد عليه. فده امر محسوب. فلو هي يعني مرتاحه نفسيا وواخده مساحتها وهاديه، فبالتالي الراجل برضو هيحس بالهدوء. فهي الموضوع في الاخر عندنا. لكن لو هي متعصبه طول الوقت ومتنكده ومش، هتلاقي برضو متعصبه على الاولاد، فبالتالي هينعكس على الزوج. صحيح. وفي النهايه علشان هيبقى متعكنن، علشان نزعلش عمرو، هو لازم التوازن يا عمرو. وفكره ان الراجل ليه حقوق وواجبات لازم يعملها، والست نفس الكلام، علشان صحيح. بس ايه، يحصل توازن في المجتمع علشان ما يبقاش في حد مسيطر على الشخص الثاني. طيب من خلال البحث والرصد والاحتكاك بعدد كبير من السيدات، لقيتوا ان ايه ابرز المطالب او الاحتياجات الخاصه بالسيدات علشان تعيش حياه صحيه؟ ولما بنتكلم عن الحياه الصحيه ما بتبقاش اكل وشرب وممارسه رياضه بالنسبه للست، لا احنا بنتكلم عن كل جوانب الحياه. فكانت ايه ابرز مطالبها؟ يعني اكثر حاجه كانت بتجيلنا هو الامان. يعني دايما نسبه كبيره قوي كان بيقولوا الامان. يمكن بعض الستات حاسه شويه بتهديد في ممكن نقول في الاسره، او يمكن حاسه مش بامان قوي في الشارع. يعني ممكن نفكر في ده اسبابه كتير نحكي صحيح. فيها مع بعض يعني. بس يمكن من اكتر الحاجات اللي جات لنا هو الامان، دي اكتر حاجه هي محتاجاها. وكان بيجي لنا حاجات ليها علاقه براحه البال والهدوء والمساعده النفسيه. فدي كانت اكتر الحاجات اللي بتيجي. يعني طبعا في ناس بتقول عايزه فلوس. محتاجه ايه دلوقتي؟ محتاجه فلوس. دي الاحتياج اللي احنا كلنا عايزينه يعني. دي اكتر حاجه بتحسن النفسيه فعلا. ايوه بالظبط كده، اللي بتحسن كل الجوانب يعني. بس كنا بنحاول نخلي الحديث، طبعا احنا مش حاطين ليميت او مش حاطين حاجه يختاروا منها، احنا سايبين السؤال مفتوح، تحط فيه اللي هي عايزاه وتحاول تركز على مطلب واحد. فطبعا فبنلاقي شويه حاجات بتروح لحاجات واحده عايزه البحر، الستات ما بيصدقوا حد. الستات ما بيصدقوا حد يقول لهم انتوا احتياجاتكم ايه، لا ده انا عايزه وعايزه وعايزه وعايزه، تقولي بقى انا عايزك حاجات كتير قوي. فبنلاقي حاجات كده بتروح لحتت بعيد، بس ما نقدرش نلمت المساحه اللي احنا فاتحينها يعني. لكن يعني هرجع لسؤالك، اكتر حاجه كانت هي الامان. ف يمكن محتاجين نفكر اكتر احنا كجمعيه وكمنظمات مجتمع مدني، نحاول نشتغل على ده ازاي. يعني
خاصة أو يمكن من المساحات اللي بتوفرها زي البرنامج دوا أو زي القناة إنه زي نساعد الستات إنها تحس بالأمان يعني أكتر. طب أستاذة مريم خليني أسألك على حاجة أنت حضرتك ذكرتيها في الأول خالص في أول فقرتنا وهي الإضرار بالبشر، وده عنوان كبير قوي يعني يندرج تحتيه حاجات كتيرة جدا، ممكن تدينا أمثلة لنوعية الإضرار بالبشر اللي حضراتكم بتحاولوا تواجهوها وتكافحوها؟ أوكي، إحنا ده مشروع اسمه الفرصة الثانية لمناهضة الإضرار بالبشر للسيدات والفتيات. الإتجار ولا؟ الإضرار. آه عفوا أنا سمعتها الإضرار أو اللي هي جاية من الضرر يعني. الإضرار بالبشر. وده ملف أيضا هام جدا الحقيقة يعني. أيوة. طب نتكلم عن. ده يمكن مشروع يعني خلاص خلص، كان في مرحلة أولى ومرحلة تانية ليه، وكان الهدف إنه البنات اللي بتتعرض للموضوع دوا يبقى ليها فرصة تانية في المجتمع. فكنا بنحاول نشتغل على الوعي المجتمعي، الوعي للناس اللي في الشارع، الوعي البسيط للجيران من خلال المجتمع، من خلال الجمعيات الشريكه اللي معانا، بحيث انه لو عرفنا انه في ضحيه وقعت في الموضوع دوا ازاي احنا نديها فرصه تانية او نقبلها. الامثله ايه يا فندم؟ يعني عايزين امثله علشان الناس كمان تحط حذرها، يعني تبقى هي نفسها بتعرف تحمي نفسها قبل ما توصل لهذه المرحله. ايه ابرز الامثله والنماذج المعروفه يعني؟ احنا في جزء ان احنا بنوعي المجتمع انه ازاي يقبل البنات دي تاني، ومبقاش في وصم وتمييز للضحايا دي، انه لو عرفنا ان بنت وقعت في التراب ده او في الخدعه دي ما نقولش ان هي دي بص اصل السوابق بتاعتها تبقى منبوذه من المجتمع بشكل عام، فنقدر نوفر لها وظيفه محترمه يعني. الحاجه الثانيه ده الشق ده الاكبر اللي احنا كنا بنشتغل عليه، هو قبول البنات تاني للمجتمع. يمكن بنحاول شويه نوعي البنات من بدري انها ما تنخدعش، لانه التريكس او الترابس بتاعه المتاجرين عاده بتيجي من يا اما وظيفه يعني ما بتبقاش باينه انها امان للاخر. ممكن بيحصل شويه في بعض القرى او بعض المناطق، في مناطق معروفه بيحصل فيها كده بتنخدع في صوره زواج مبكر شويه، او بيتقال عليه يعني زواج الصفرة اللي بيحصل للبنات او الفتيات. فده التوعيه اللي احنا بنوعيها انه البنات تبقى واخده بالها شويه هي رايحه تقدم وظيفه فين، او كمان الاسره نفسها تبقى واعيه بالخدعه دي اللي ممكن تنخدع بيها يعني. جميل جدا. اذا في نماذج عديده، وحضراتكم كجمعيه والعديد من يعني جمعيات طبعا المسؤوله عن المجتمع المدني في مصر بشكل عام بيحاربوا كتير من القضايا زي الاتجار بالبشر وغيرها الحقيقه. طيب عايز اسالك بقى ايه الخطوه اللي جايه بالنسبه للجمعيه وبالنسبه كمان للحمله؟ سعداء قوي سعداء قوي مع بعض انتوا دخي اقوم امشي. طيب اي حاجه خاصه بالمراه المصريه لا لازم نكون يعني جنبها. ممكن نخليه مريم بالنسبه للجمعيه دي. اتفضل. يعني احنا عندنا مشاريع مختلفه، يعني احنا مش بس الحمله دي هي يعني واحده من المشاريع او واحده من الانشطه اللي احنا بنعملها، لكن احنا عندنا مشاريع تانية، حاجات تانية للشباب، وخاصة مشروع النون اللي هو بيشتغل بشكل شهري، بيعمل زي لقاءات وعي نفسي للسيدات، فده حاجة ongoing كل شهر. عندنا يمكن لقاءين في القاهرة ولقاء واثنين في اسكندرية، لكن يمكن الحملة الوقت اللي جاي هيبقى عندنا زي ايفنت في اسكندرية وايفنت تاني في الفيوم لمية سيدة، وكمان هيبقى معانا برضو اونلاين مجموعه من الدكاتره اللي بيدخلوا بيقدموا محاضرات ليها علاقه بالاحتياجات واهميه ان انا اركز مع احتياجي. فتقريبا يوم الثلاثاء اللي جاي هيبقى عندنا زي لايف ليكتشر مع دكتور نبيل القط، هو استشاري الصحه النفسيه، هيبقى برضو موجود معانا على الصفحه وبيساعد البنات، يقول لهم اهميه انها تبقى عارفه احتياجاتها وتبتدي تعبر عن دواء يعني. ودي فرصه لكل بقى البنات والسيدات انهم ينضموا لللايف ده ويشوفوا ايه احتياجاتهم علشان نحللهم كل مشاكلهم بقى. بالظبط. بالتوفيق ليكم ان شاء الله في كل الانشطه المتعلقه بالمراه المصريه. انا مش رايح اسكندريه بس ما اقدرش، انا خايف. لا حاجه خاصه بالمراه بقى. بقول لك سيده ده انتوا ثلاثه وقلقان يعني. ان شاء الله عايزين بقى نشوف يعني انشطه كتير جدا متعلقه برضو بالمراه المصريه والشباب برضو عشان عمرو ما يزعلش. في عندنا حاجات والله انت كنت خايف والله مش عارفه اودي جمال صناعه الافلام للشباب ونعلمهم تصوير اخراج مونتاج رسوم وتحرير كل ما هو ليه علاقه بالانتاج بالحاجات اللي فيها تعب لكن الحاجات النفسيه وما تزعليش يا حبيبتي للبنات صح؟ احيانا بتعمل ورش للرجاله. الورش دي كمان بيبقى هدفها ان هي تساعد الرجاله على تخطي الضغوط المختلفه. والله يعني ايوه ايوه
كده كتير بتبقى حلوه جدا الايفنتات دي، بتبقى يوم كامل كله اكتيفيتيز بس عشان خاطر نساعد رجاله يوصلوا لسلامهم الداخلي. قفلت الفقره حلو خلاص كده، انا كده تمام، انا كده تمام. يعني في ختام احنا مش ناسيين الرجاله، في ختام الفقره بكده نكون حققنا العداله ما بين الرجاله وما بين الستات علشان ايه ما فيش حد فيهم يزعل. استاذه مريم امين اخصائي علاقات عامه بجمعيه الفن للتنميه، نورتينا وشرفتينا يا فندم. استاذه سميره رأفت اخصائي تسويق الكتروني بجمعيه الفن للتنميه، نورتينا وشرفتينا. ميرسي ليكم، شرفتونا ونورتونا وكنا سعداء بوجودكم معانا. وطبعا بنهزر معاكم، المراه دورها مهم جدا داخل المجتمع واحنا بنؤيد طبعا دعم المراه وزياده دورها داخل المجتمع جدا يعني. شرفتونا ونورتونا وبالتوفيق دايما. مشاهدينا الكرام حلقتنا كده خلصت، بنشكر حضراتكم على طيب متابعتكم لينا، وبشكر كل افراد فريق العمل القائم على برنامج طابور الصباح. يومكم حلو يا رب ان شاء الله، اشوفكم في حلقه بكره على خير.